شو انطباعك عن العرض؟ راضي؟ راضي الحمد لله. كل الرضا؟ كل الرضا. بعد العفسة والهوش والزعل؟ بعد كل شيء، بعد العفسة. خلاص نسيت؟ قول لي رأيك عن العرض ودورك، راضي عليه ولا لا؟ الحمد لله. مقتنع؟ بس ما عندك كلام ثاني ممكن تقوله؟ بس أنا أشكر المخرج وتعب هلا والله لا يونس واشكره على انا سعيده بهالعمل، ولان حسون عاطف حثلها وما قال كلمه ليش خرب علينا نص العرض وسياري ما طلع الحمار. بس يلا المهم في النهايه طلع الحمار ولا لا؟ طلعنا سلمنا خلاص. ما عندك اي تعليق على المخرج؟ لا حبيبي مخرج ما اقدر اعلق لا اكثر. بكل صراحة بكل صراحة كانت أحلى أيام صراحة البروبات، يعني لحد أمس يعني المجموعة كلها عجيبة يعني، وأنا مستانس اللي اشتغلت وياهم وإن شاء الله عاد. إيش رأيك بدورك؟ طبعا بما أن دورك بسيط في المسرحية ومقتنع بالعرض ولا لا؟ قولي بكل صراحة. مقتنع واشكر علي الشخصي جهده معانا وساعد علينا ودوره كان حلو. متواصل؟ إذا هو شيء أتمنى أنه يعجبكم العرض، والمخلوق بالعكس والله مهما كان مهما زعل مهما سوى هني أبيض. أقول جزاكم الله خير يعني على حضوركم، إن شاء الله استمتعتم. يعني طبعا هاي اول تجربه لي مع المخرج اخوي علي نيزه، احنا اشتغلنا ممثلين مع بعض لكن كمخرج جدا مرن وتعامله حلو، وانا بعدين انا شخصيا احب اشوف مجال مسرح الطفل كثير ومعي اطفال بعد، يعني هاي المتصل يعني يلا هاي دليل احب الاطفال زين. فالعمل جدا معي اطفال صدق انا دوري بسيط لكن احس اني انا افيدهم واستفيد منهم بعد يا ريت. وبس وتجربة حلوة واتمنى ان قدمنا شيء حلو للجمهور. يلا بالتوفيق. طبعا العرض بالنسبة لي انا الجمهور كان مستمتع، بس بالنسبة لي انا كان دون مستوى، لان انا اعرف طاقات الشباب كانوا افضل من هذا في بروفة امس. بس الشباب ادوا عليهم وما شاء الله في بعضهم اول مرة يقفون على الخشبة، بس الحمد لله ادوا عليهم وانا يعني راضي كل الرضا عن شغلهم وهالسوالف، وان شاء الله يعني ان شاء الله الجايات اكثر وان شاء الله ياخذون ثقه في نفسهم ويشتغلون اكثر. وانا سعيد في هالتجربه اللي مع هالاطفال، تجربه فعلا مثل ما قلت انا في الكلمه لعبه ومستمتع وايد في اللعبه. كلمه اخيره للكل. والله اقول يعطيكم العافيه كلكم وانا سعيد ولي شرف اني اشتغلت معكم. بالتوفيق. متواضع بسيط من خلال فكرة الشباب وتأليف الشباب وتوحدهم في العمل، هذا خير دليل انهم يعني استطاعوا من خلال فترة وجيزة ان يقدموا عرض ممتع ومشوق، واللي شاهدناهم كلهم اطفال دون سن 13 سنة رغم الضغط اسبوع الفترة القصيرة لمدة اسبوع، ولكن يعني هذا دليل على حبهم ورغبتهم واندمادهم في المسرح، ونأمل إن شاء الله أن نطور مستقبلاً ونقدم عروض ونقدم ورش لكي يستفيد أبنائنا ويستفيد الجميع من هذه الورش. يعطيك العافية.